سؤال لبهتيم، وأنا في رأيي الشخصي تاخدوا الجوكر. سمعوا كلامي. ليه خدتوا كلامي بجد قوي كده يعني؟ إذا في يعني أنا قلت أشوف بس هتقولي لي لأ وتصمموا على الأدب. خير الحمد لله. لا السؤال اللي جاي سهل يا رب إن شاء الله. تاريخ والسؤال هو: أدت وفاة محمد البوعزيزي إلى قيام ثورة بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ بعد ما أشعل النار في نفسه بعد مصادرة بضاعته. خمس ثواني. سماء. الجزائر. الجزائر. ادتوهم 20 نقطة هدية. ده سؤال سهل جدا جدا، والجزائر إجابة خاطئة. زياد. تونس طبعا. عاش زياد. ثورة الياسمين اللي اطاحت بحكم زين العابدين ابن علي. السؤال ده كان سهل جدا، سهل سهل سهل، وتستحقوا ال 20 نقطة. إجابة صحيحة. عاطف بركات 30، بهتيم الثانوية بنات 20.